والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بابن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأخيار الأبرار الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم إخوتي أخواتي أيها المشاهدون جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا فيما سلف من الكلام في الليالي الماضية ان كنا في خدمتكم وذكرنا ما وجه الانتفاع بالإمام الغائب. الآن نحن عندنا إمام حاضر لأن لا تخلو الأرض من حجة من إمام ظاهر مشهور أو إمام باطن مستور. والامام الباطن المستور هو الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه فما وجه الانتفاع من الامام الغائب من الامام المستور من الامام الباطن كما يقال ذكرنا مجموعه روايات عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وعن الامام علي بن الحسين السجاد عليه السلام وعن هو نفسه هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في كتاب له أن وجه الانتفاع مضمونها واحد بس التعابير تختلف أن وجه الانتفاع من الإمام الغائب كانتفاعنا من الشمس إن جللها السحاب وذكرنا وجه الشبه لماذا الأئمة الأطهار وشبه الإمام الحجة سلام الله عليه بالشمس ما هي فائدة الشمس ولماذا الشمس دون القمر وكذلك وجه الانتفاع من السحاب إن جللها السحاب هذا السحاب شنه نفع أيضا له منافع الشاهد ذكرنا هذه بتفصيل مطنب بالحلقة الماضية الآن السؤال يصل قبل أن نصل إلى هذا السؤال خلال الغيبة الكبرى أعزائي إخواني طبعا قبل لا انا ابدا بالغيبه الكبرى خل اشير الى اشاره ان البحث البارحه ما كمل وذكرنا على ان الشمس نجم ان الشمس نجم وهذه النجوم امان لاهل الارض واهل اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ايضا امان لامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكرنا مجموعه روايات عند الشيعه وعند غيرنا انا اذكر بعد روايه لان كتبتها واشرت لها مولاي العزيز اراها من الواجب ان اذكرها سئل الامام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه الامام الباقر عليه السلام لما سئل لاي شيء يحتاج يحتاج الى النبي والامام هي ما حاجتنا الى النبي؟ ما حاجتنا الى الامام؟ ما حاجتنا الى الدين؟ أه؟ الآن كثير من الناس يقول لك والله أنا أعمل بما في عقلي أنا أعمل بالأمور العقلائية فما أحتاج إلى نبي ولا أحتاج إلى إمام ولا أحتاج إلى دين ولا أحتاج إلى إسلام ولا أحتاج إلى أي شيء أي مرشد ما أحتاجه أنا أمشي على ضوء عقلي وهذا غير صحيح لأن العقل محدود والعقل لا يستطيع أن يميز كل شيء من خير وشر هسه في بعض الأمور واضحة الخير واضحة الشر أكو بعض الأمور واضحة الحق واضحة الباطل بعض الأمور واضحة أنها حق أو باطل خير أو شر زينة أو شينة الإنسان يتخذ ذلك عقلا طبعا هذا الخير والشر أيضا نشير الخير والشر وهذا الحق والباطل عرف بين الناس عن طريق الدين عن طريق الأئمة الأطهار عن طريق الأنبياء لما نعرف هذا خير مثلا لما نعرف أن صلة الأرحام خير زين قطع الارحام شر، زين هذا الاسلام هو اللي عينه، الدين هو الذي عينه واكد عليه. الانبياء عينوه واكدوا عليه، كذلك الائمه سلام الله عليهم. <applause> لكن اكو بعض الموارد الانسان يبقى في حيرة من امره. لا يعلم ان يعمل او ان لا يعمل. يعمل او لا يعمل، يصير او ما يصير، خير او شر، حق او باطل. يعني يختلط الحابل بمن؟ بالنابل. فالعقل يحتاج إلى من يوجهه إلى الخير ويبعده عن عن الشر الذي يوجه العقل إلى الخير إلى الحق هو الدين هم الأنبياء هم الأئمة صلوات الله عليهم جميعا هم الأولياء هم الرسل هؤلاء يوجهون العقل إما إلى خير ويردعوه من من باطل ها إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذا المغزى منهم هذا جميل اكو هشام بن الحكم في قضيه طويله انا ما احب يعني اتطرق لها مفصلا بس باختصار هشام بن الحكم من اصحاب الامام الصادق عليه السلام لما دخل الى البصره من المدينه الى البصره من دخل على رجل ينكر إمامة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عمرو بن عبيد لما دخل عليه بالجامع جامع البصرة وشاف ازدحام الناس ويسالون الناس هو ولد شاب بعد لحيته ما طالعه هذا هو شام ابن الحكم تخطى الرقاب والناس توسط المجلس ليه صار بالوسط خاطر كل الناس يسمعون فقال له يا شيخ لي اليك سؤال الناس هدات سكتت لان شافوا شاب بعد وسال وقف وسال فالكل توجهت الانظار له قال له يا شيخ الك عين قال له بلى قال ما تصنع بعينك قال أرى فيها وأميز الألوان قال ألك أذن قال بلى عندي أذن قال ما تصنع بأذنك قال أسمع بها وأميز الأصوات هذا زين هذا شين قال ألك لسان قال بلى قال ما تصنع بلسانك قال أعبر عما في جوفي بلساني أي واحد يعني أتكلم أنطق وأميز الأذواق هذا مر هذا حامض هذا مالح هذا عذب حلو وهذا كذا آه. قال لك يد قال لأ ما تصنع بيدك قال أبطش بها وأحمل بها قال لك رجل قال بلى قال لأ ما تصنع برجلك قال لأ رجلاي ينقلاني من مكان إلى مكان يحملاني يشيلني ودني المكان من مكان إلى مكان يعرب الإنسان عن طريق الرجلين قال لك كذا كذا ظل هو يعدد له قال بلى قال لك قلب القلب يعني هنا العقل العقل يعني قال بلى قال ما تصنع بعقلك قال أعرض ما رأت عيني وما سمعت أذني وما نطق لساني وما عملت يدي وما حملتني رجلي على عقلي أعمال هذه الجوارح أحملها أعرضها على العقل فإن أيدها فأنا على خير يعني عملها صحيح وإن ردها العقل إذا ردها فأنا على شر قال له فهل تستغني الجوارح مع سلامتها إذا كانت سالمة هل تستغني من العقل قال له لا لا تستغني من العقل قال له لماذا قال له لأن العقل إمام الجوارح العقل إمام الجوارح قال له إذا كانت هذه الجوارح لا تستغني عن إمام يهديها إلى خيرها ويردها عن شرها فكيف بهذا العالم وهذا الكون وهذه البشرية هذه الناس بأجمعها أما تحتاج إلى إمام يرشدها إلى خيرها ويردها ويردعها عن باطلها وعن شرها وقف هذا عمرو بن عبيد قال من تعني قال في زماننا هذا أم في غيره قال في غيره وفي زماننا قال أما الأول فهو علي أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الإمام الحسن الزكي المجتبى ومن بعده الإمام الحسين عليه السلام ومن بعده علي بن الحسين السجاد ومن بعده الإمام الباقر عليه السلام وفي زماننا هذا هو سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يتكلم في زمانه هو الشاهد مولاي العزيز هي القضية والرواية طويلة جدا فإذا نحتاج إلى الإمام نحتاج إلى المرشد نحتاج إلى النبي نحتاج الان في زماننا الى العلماء نحتاج الى التمسك بالعلماء اخواني لا نبتعد عن العلماء لا نبتعد عن نهج العلماء لا تغيب المحاضرات في بيوتنا لا نخلي المحاضرات غائبه من البيوت لا نخلي اسماء العلماء غائبه من البيوت لا نخلي علوم العلماء غائبه عن البيوت فلنتمسك بالعلماء فهم الطريق الى الائمه الاطهار هم الطريق الى الدين هم الطريق الصحيح ان شاء الله الى الدين والى الاسلام، هم الذين يرشدون الى الخير ويردعون ويبعدون عن الشر. قاعد انا اشوف حقيقه اشوف الفاصل بين الناس وبين العلماء هسه لعده ظروف لعده اسباب وفي بعضها نشوف انه اكو ناس يتلبس يتلبس باسم العلم، يتلبس بالعمامه ولا علم له للاسف زين يعني هو الذي اصلا يذل الدين، يذل الاسلام. هو الذي اصلا مولاي سبب لانحراف الناس، سبب ان الناس ابتعدت عن العلم وعن العلماء الحقيقيين العالم العامل بعلمه زين سببهم هؤلاء من يتلبس من هب ودب بلا دراسه وبلا علم وبلا كذا بلا كذا يتلبس بهذا العلم، يتلبس بهذه العمامه، يتلبس بكذا ويمشي هذا يضر الدين يضر الدين يضر الناس يضر الشريعه مولاي العزيز، ولكن الناس اهل عقل، اهل درايه، اهل فهم، يقدر يقدر يميز بين الزين والشين، يقدر يميز بين الخير والشر، يقدر يميز بين العالم العامل، العالم الحقيقي والعالم الغير او الشخص الغير عالم. الشاهد مولاي لا نبتعد عن العلماء، لا نبتعد ابدا مولانا، هم المسير الينا، حقيقه انا البارحه احد الساده الوجهاء عندنا ذكر لي موقف الموقف يعني حقيقة بين أضحكني من باب شر البلية ما يضحك وبين أعجبني يعني تعجبت منه مو أعجبني أنه الموقف أعجبني موقف البنت أكو بنت مؤمنة جاءها خاطبا شاب فما شرطت عليه لا مهر لا مقدم لا مؤخر قالت لا أريد أموال ولا أريد فلوس ولا أريد سيارة ولا أريد بيت ولا أريد كذا بس أنا لي إليك لي عليك شرط واحد شرطي أنه أنا ما أحب الأغاني الأغاني محرمة لا أريدها أن تتواجد في البيت ما أريد غنى يدوي في البيت زين الصدق هذا الإنسان اللي بدل ما يقولها إي والله صحيح هذا الأغاني محرمة الأغاني كذا الأغاني كذا رفض رفض عجيب يعني لا طلبت منك مولانا فلوس لا طلبت منك سيارة لا طلبت منك بيت لا طلبت منك كذا لا طلبت مهر مقدم مؤخر غالي وعالي زين طلبت انه لا يكون الاغاني في البيت تدوي في البيت هذا طلب المفروض انت تقبل راسها مولاي رفض زين وترك البيت وخرج زين ولم يتزوج اصلا الشاهد مولاي وصلنا الى هذا الزمان الى هذا الزمان زماننا الان في هذا الوقت مولاي مو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما يقول لسلمان المحمدي سلمان الفارسي يقول له كيف بكم يأتي الزمان على أمتي يعني كيف بكم الناس تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال له أو يكون ذلك يا رسول الله قال له بلى وشر من ذلك قال له ما هو قال له الناس ترى المعروف منكرا والمنكر معروف ترى المعروف منكر والمنكر معروف بهذا الزمان ها بهذا الزمان يعني الان في بعض الاماكن انت لما تطلع بالسياره تخلي صوت القران، تخلي صوت قران يصعدون وياك يحسبون عندك فاتحه، يقول لك عمي شنو عندك فاتحه؟ من الصبح مخلينا قران، أه؟ بسك يعني اصبح المعروف منكر والمنكر معروف، وشوف بعض الناس يخلي صوت الاغاني عالي زين؟ يزعج الناس، ما حد يستشكل عليه وما حد يعجب من ذلك، أه؟ اكو ناس الله الله شاهد علي انا انا هذه مرارا سمعتها فلما يجي اكو بعض الناس يجي للبيت يصلي صلاه قضاء فاقول له ليش ما صليت قضاء اخو انت كنت برا مع عائلتك كذا رحت انت الى المنتزه رحت كذا ليش؟ قال والله ردت اصلي اذن الاذان بس خجلت اصلي قدام الناس اه خجلت اصلي قدام الناس عمي لا صارت ولا دارت الناس تمشي بلا حجاب ما تخجل الناس تمشي بما حرم الله آه يمشون يعني يسوون امور والله ما تخجل وانا انا اريد اصلي قدام الناس اخجل او اقرا القران اخجل اي نعم ليش صار؟ لان الناس رات المعروف منكرا والمنكر شنو؟ معروفا ساله سلمان قال له او يكون ذلك يا رسول الله؟ قال له وشر من ذلك قال له شنو؟ قال له الناس تامر بالمنكر وتنهى عن المعروف زين هذا موجود الان؟ الان موجود الان؟ في زماننا موجود الناس تأمر بالمنكر تأمر مو بالم... بالمعروف لا تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف بلى بلى الآن الرشوة صايرة بالعلن الرشوة بالعلن أنا راح أجيب لك من علائم ظهور الإمام سلام الله عليه خلال الحلقات هذه زين الرشوة بالعلن 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 أصلا الما ينطي رشوة الما يسرق اللي يصير نزيه ما يردوه ما يردوا مولاي الخير ما يردونه يردون واحد مثلهم لان هذا اذا اشتغل هو نزيه وهم لا هو ما ياكل رشوة وهم ياكلون هو ما يسرق وهم يسرقون هذا راح يضرهم هذا راح يفشي اسرارهم ما يقدرون يخلوه لان عملهم كله بالحرام عملهم كله بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ها أه؟ اثارها عجيبه ترى الاثار الماديه والمعنويه في ذلك جدا كثيره الشاهد مولاي العزيز نرجع إلى روايتنا سئل الإمام محمد الباقر عليه السلام قال له سيدي ولاي شيء يحتاج أو يحتاج إلى النبي والإمام؟ ليش نحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام لبقاء العالم على صلاحه العالم، العالم يعني هذا الخلق على صلاحه النبي يصلح العالم يصلح الناس، يصلح أمر الناس الإمام المعصوم كذلك يصلح الناس يصلح امور الناس يصلح العالم يصلح امور الناس امور العالم لبقاء العالم على صلاحه وذلك ان الله عز وجل يرفع العذاب عن اهل الارض اذا كان فيهم نبي او امام اذا كان نبي او امام الله يرفع العذاب من اهل الارض قال الله عز وجل الامام الباقر يقول سلام الله عليه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الايه الكريمه مولاي العزيز في سوره الانفال ايه 33 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم خطاب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله ما ينزل العذاب وانت فيهم يا رسول الله كذلك الامام امير المؤمنين نفس رسول الله وانفسنا وانفسكم تكمله الروايه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم، الامام الباقر عليه السلام يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: النجوم امان لاهل السماء واهل بيتي امان لاهل الارض. في بعض الروايات لامتي امان اهل بيتي امان لامتي لامه الاسلام. هذه ذكر خاص ولكن هذه الروايه ذكر عام لاهل الارض. امه النبي جزء من اهل الارض. ها؟ لأهل الأرض فإذا ذهبت النجوم أتى لأهل السماء أتى أهل السماء ما يكرهون. كما ذكرت البارحة مفصلا وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. يعني سبب صلاح وحفظ الأمة وحفظ أهل الأرض وبركة أهل الأرض ورحمة الله على الأرض هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين يعني بأهل بيته الائمه الذين قرن الله طاعتهم بطاعته الامام الباقر عليه السلام يا ايها الذين امنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اذا قرن طاعه اولي الامر بطاعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعه رسول الله وطاعه اولي الامر قرنهما بمن بطاعته جل جلاله في سوره النساء 59 الايه. يقول الامام الباقر عليه السلام تكمله الروايه: وهم المعصومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون وهم المؤيدون الموفقون المسددون. طبعا الروايه طويله مولاي العزيز في كتاب علل الشرائع للمرحوم الشيخ الصدوق رحمه الله عليه صفحه 52. زين هذه روايه احببت ان اذكرها ولكن خلال الغيبه الكبرى، خلال الغيبه الكبرى الامام صلوات الله وسلامه عليه ايضا يتواصل مع بعض شيعته وبالذات العلماء. يتواصل معهم ويكاتب بعضهم. طبعا الغيبه الكبرى النيابه الخاصه اتمت يعني ماكو ما نيابه خاصه، نيابه عامه. والنيابه العامه كما ذكرناها مفصلا خلال الحلقات الماضيه النيابه العامه واضحه مولاي العزيز هم العلماء الرواد الذي اصلح نفسه قبل ان يصلح الناس آه؟ الامين امين سر الامام سلام الله عليه الشاهد ان العلماء هم الامناء في هذا الزمان العالم العامل بعلمه المتقي الزاهد المصلح آه؟ العارف الى شروط معينه من جمله هؤلاء العلماء اللي خصهم الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه بالكتاب والمراسله والمكاتبه هو الشيخ الجليل الشيخ المفيد الشيخ المفيد مولاي الكريم هذا الرجل لما نجم ولمع نجم الشيخ في بغداد الشيخ المفيد واسس الحوزه العلميه كان يحضر مجلسه عشرات من الفضلاء عشرات من الفضلاء من طلبه الشيخ المفيد من جملة طلبة الشيخ المفيد السيد الرضي والسيد المرتضى السيد الرضي والمرتضى معروفين نهج البلاغة كتبه السيد الرضي من العلماء الفطاحل الأتقياء العرفاء تقريبا أبرز طلبة الشيخ المفيد الشيخ المفيد هذا الرجل سبحان الله عالم جليل القدر من النوادر ومن النوابغ شيخ المشايخ رئيس الفقهاء عجيب إلا الصفات الفاضل وانتهت له الرئاسة العامة الدينية والعلمية واتفقت جميع على علمه وفقهه الشيخ المفيد وفاضل هذا الرجل ورع هذا العالم تقواه زهده وعدالته وجلالته وهيبته فلا عجب في ذلك ان الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه كان يكاتب هذا الشيخ الجليل عند كتب كتاب بينه وبين الشيخ المفيد اخواني حقيقه انا كاتبه الان المذكورات المعروفات مرتين لكن حسب ما نقرا من رسائل وكتب الامام الحجه سلام الله عليه الى هذا الشيخ الجليل الشيخ المفيد حسب الظاهر مرارا وكرارا تكررت كتب الامام صلوات الله عليه الى الشيخ المفيد الجميل هنا اعزائي انا حقيقه انا بالذات تاثرت كثيرا لما قرات التعبير الدقيق الذي يعبره الامام المعصوم بالعصمه الكبرى الامام الحجه حجه الله على الارض امام افترض الله طاعته على العالمين يعبر بعض الالفاظ وبعض التعابير إلى هذا العالم الجليل هذا قول معصوم هذا مو قول إنسان عادي مثل أنا وغيري زين لا, لا هذا إمام معصوم لما يعبر يعي ما يتكلم يعي الألفاظ التي يستخدمها ولا يبالغ فيها الإمام المعصوم ما عنده مبالغة يعطي كل ذي حق حقه لأنه عادل والعادل شنو مولانا وضع كل شيء في محله فالامام صلوات الله وسلامه عليه عبر عنه بكلمات عجيبه يعني حقيقه وصفات عظيمه لهذا الرجل دلاله على علمه وزهده وعدالته وتقواه يعني مثلا في سنه في شهر صفر اول كتاب اول رساله اللي كتبها الامام الحجه روحي فداه الى الشيخ المفيد وصلت له في شهر صفر سنه 410 من الهجره الكتاب هكذا مطلع الكتاب يعني مو الكتاب الرسالة طويلة مطلع الكتاب للأخ السديد شوف الكلام للأخ الإمام الحجة الإمام الحجة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعبر عن الشيخ المفيد أخ أخو هو ترى الإمام الحجة يعبر للأخ السديد شوف التعبير للاخ السديد والولي الرشيد عجيب تعابير والله والولي الرشيد الشيخ المفيد ابي عبد الله محمد بن محمد بن نعمان ادام الله اعزازه هذا كتاب الامام الحجه له من مستودع العهد الماخوذ على العباد اما بعد سلام عليك أيها المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. شوف التعبير. سلام عليك أيها المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونعلمك الامام الحجه يكلم الشيخ المفيد ونعلمك ادام الله توفيقك لنصره الحق واجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق انه قد اذن لنا في تشريفك بالمكاتبه الله اكبر قد اذن لنا مو اذنت مو هو الامام اعطى اذن لا اذن لنا يعني الذي اذن للامام الحجه سلام الله عليه أن يكاتب الشيخ المفيد هو الله سبحانه وتعالى لأن أعلى من, من الإمام الحجة منه الله سبحانه وتعالى كما أن الله كان يأذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الله الذي يأذن للإمام صلوات الله وسلامه عليه شوف العبارة قلت لك هذه عبارات دقيقة جدا أنه قد أذن لي في تشريفك بالمكاتبة الله شرفك أن أكاتبك وتكليفك ما تؤديه عنا الى موالينا قبلك اعزهم الله بطاعته وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته، ها آه؟ اذا هذه طبعا نبذه من الكتاب لان الكتاب جدا طويل الى ان يوصل اكو عباره انا علمت عليها خليت اشاره زين الى ان يصل الامام يكتب كتاب الى يعني بعض الوصايا للشيخ المفيد بعض الوصايا الى شيعته <applause> العباره الجميله هنا جدا التي حقيقة تؤثر في القلب المعروفة من جملة ما كاتب الإمام فقال إن غير مهملين لمراعاتكم يعني مراعات شيعتهم مراعات شيعة المولى صلوات الله وسلامه عليه انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. يعني الامام دائما يذكرنا. الامام دائما يرعانا، نحن برعايه الامام. نحن تحت ظل ذكر الامام صلوات الله وسلامه عليه. الامام يدعو لشيعته يدعو للموالين. الامام الحجه لا ينسانا ابدا ويعرفنا ويعرفنا باسمائنا واسماء امهاتنا وابائنا يعرف كل شيء باذن من الله تعالى فاذا هذا كتاب او نبذه من الكتاب الى ان يوصل نعم اواخر الكتاب والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته الامام يخاطب الشيخ المفيد بعدين كاتب نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام على الإمام الحجة سلام الله عليه كاتب هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام ثم تكملة الكتاب هذه ايضا من جمله طبعا هذا الكتاب الاول الكتاب الثاني والثالث اكو عده كتب لكن ما وصل الينا نصا هو الكتاب الاول والكتاب الثاني هو المعروف، لكن السؤال هنا. السؤال الذي يطرح نفسه كثيرا ما يساله ويستشكل علينا الغير ان في هذا الزمان هل من العجب ان يعيش بشر لفتره من الزمن طويله هكذا؟ غائب عن الأبصار طبعا إحنا ذكرنا بعض الشبهات هل يمكن أن بشر يغيب هو ذكرناها في الروايات وذكرناها في الآيات وفي تفسير الآيات لكن هل يمكن بشر يعيش هذه الفترة الطويلة يعني الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عمره طويل ألف ونيف تقريبا ألف ومية وشيء ألف ومية ومثلا وتسعين أو أكثر أو أقل أه؟ ألف ومئة وشيء على العموم أصلًا تكسر حسابك بعد مين عمره 255 وخمسة وخمسين إلى هذه السنة الهجرية <applause> نقص هذه من هذه كم عمر الإمام ألف ومئة وشيء هل يعقل لبشر أن يعيش ألف ومئة وشيء ألف ومئتين سنة أو أكثر أو أقل يعني ألف زيادة بعد هذا ما لا يتقبله الغير هل يعقل أن بشر يعيش هذه الفترة الطويلة أم لا؟ اولا هذا السؤال انا برايي يعني طبعا اجاب عليه العلماء وسنجيب عليه تفصيلا ولكن هذا السؤال حقيقه لا يحتاج الى مناقشه ولا يحتاج الى كلام ولا يحتاج الى دليل انا اشوف هذا السؤال هو نوع من العناد نوع من الجدل نوع من العناد اللجاج والا احنا لما نريد نقيس الامور، اولا الامر اذا كان باذن من الله كما ان الخفاء باذن الله. اذا كان الامام الحجه كما ذكرنا امان لاهل الارض. اذا كان الامام الحجه غائب باذن الله. اذا كان الامام الحجه ولي ولي الله، ولي من اولياء الله، ولي الله. اذا كان الامام الحجه امام افترض الله طاعته على العالمين. اذا كان الامام الحجه صاحب الصفات الباهرة والمقامات والكمالات كما ذكرناها في الروايات التي ذكرت فما هو العجب وما هي الغرابة أن الله سبحانه وتعالى يعطي بإذنه وحكمته وقدرته يعطي الإمام عمرا مديدا طويلا الآن نحن نقول ها نحن نقول على أن الملائكة الملائكة اعمارها طويله مع ان الملائكه خلق محسوس من النور اذا كان من النور فهو خلق محسوس فالملائكه الان جبرائيل عليه السلام حي ملك الموت حي اسرافيل حي ميكائيل حي الملائكه احياء ما عندنا ملك مات وشيعوا انتم سمعتوا ملك من الملائكه ملك مو الملك مو هذو الملوك الملك الملائكه, الملائكة أنتم سامعين إلى الآن في رواية في آية في مكان من أحد أنه أحد الملائكة مثلا مات أحد الملائكة توفي وراح دفنوه أو شيعوه أو خلوه في قرار مكان معين ما ماكو هذا الشيء كما أن الله سبحانه وتعالى مد هذه المخلوقات بالعمر المديد أو لا أو لا. عنصر الشر إحنا عندنا عنصر شر عندنا عنصر خير في الوجود عنصر الشر ابليس ابليس الشيطان عنصر شر عنصر الخير النبي في زمانه كل نبي في زمانه ادم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام سليمان داوود صالح هود الانبياء عليهم السلام جميعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الامام امير المؤمنين الامام الحسن الامام الحسين الامام السجاد وهالمجره عنصر الشر الشيطان، عنصر الخير اولياء الله. اذا كان عنصر الشر اللي هو ابليس الشيطان له عمر مديد عمر طويل. نعم الله باذنه باذن الله هذا صار عنده عمر طويل يبقى الى يوم الدين. زين اذا كان عنصر الشر الى هذا العمر ولا عجب ولا غرابه في ذلك. فكيف بعنصر الخير اللي هو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم وفي زماننا هو الإمام الحجة روحي فداه أه؟ ها هاي اثنين هاي اثنين الملائكة وحتى إبليس أو لا أو لا أعزائي إخواني عندنا الآن بعض الأشخاص أعمارهم طويلة أعمارهم طويلة بعض الأشخاص لم يموتوا إلى الآن <applause> يعني أقرب مثال نقدر نخلي الخضر عليه السلام الخيضر هسه هذا الخضر عبد صالح او نبي من الانبياء هسه على الاراء هذه. الخيضر عليه السلام إلى عمر مديد عمر طويل وحتى عندنا في الروايه عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في كتاب اكمال الدين مجلد الثاني صفحه 390 فصاعدا يقول الامام الرضا عليه السلام ان الخيضر عليه السلام شرب من ماء الحياه. ماء الحياه. شرب من ماء الحياه فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور حتى ينفخ في الصور فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور يعني لا يوم القيامه حي وانه يعني الخضر عليه السلام ليحضر الموسم كل سنه يا موسم موسم الحج كل سنه يحضر موسم الحج الخضر عليه السلام ويقف بعرفه فيؤمن على دعاء المؤمنين يعني يقول امين يؤمن اذا المؤمن دعاه هو يقول امين وسيؤنس الله به وحشه قائمنا في غيبته تبين على ان الخضر عليه السلام يلتقي بالامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه يؤنس يؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته يعني الإمام لا يبقى وحده تبين على أن الخضر حي إلى هذه الساعة من عهد النبي موسى عليه السلام إلى يومنا هذا الروايات في ذلك متضافرة وأما العبد الصالح الإمام الصادق عليه السلام وأما العبد الصالح أعني الخضر الإمام الصادق يقول فإن الله ما طول عمره لنبوة قدرها له ولا لكتاب ينزلها ينزله عليه ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء لمن يوصل إنما عمره طويل لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم في أيام غيبته ما يقدر تبين الإمام الصادق عليه السلام رواية جدا طويلة أنا ما أنا اقتطعت منها بعض يعني الإمام يريد يشير أنه أن كما الخضر عليه السلام له من العمر الطويل كما يقول الإمام الرضا عليه السلام شرب ماء الحياة الله مده بالعمر المديد والطويل فلا غرابة إذا كان الله يمد في عمر المولى الإمام الحجة روحي في دا صلوات الله وسلامه عليه فإذا أنا أشوف هذا السؤال أنه كيف بشر يعيش هذه الفترة الطويلة مع وجود هذه الأمثلة أه اشوف نوع من العناد يعني ما ما اشوفه يعني جدل لكن مع ذلك العلماء اجابوا عليها ونحن نجيب عليها خلال الايات والروايات زين كذلك مولاي العزيز الشبهات الوارده في هذا المجال كثيره الان احنا ندرس طيله الاعمار طول العمر طيله الاعمار ندرسها على ضوء القران الكريم ان شاء الله في الحلقات الاتيه نفصلها بشكل اوسع ان شاء الله تعالى اولا مولاي العزيز في القران الكريم قلت لك ان الملائكه لها عمر طويل الجن فانظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم سوره صاد 80 الى 82 عن ابليس يتكلم او ناتي هي في القران الكريم او ناتي الى الانبياء عندنا من الانبياء ما ان الله سبحانه وتعالى مد في اعمارهم لهم اعمار طويله لهم اعمار مديده اي آه نعم موجوده خير مثال طبعا هي امثله كثيره لكن احنا نخلي كم مثال خير مثال نستطيع ان نجعله واول مثال هو النبي نوح. النبي نوح عليه السلام من جمله الانبياء اللي الله سبحانه وتعالى اطال في عمره. انطاه عمر طويل عمر مديد الجميل هنا الآية الكريمة في سورة العنكبوت آية 14 يقول بس هذه الآية ونسألكم الدعاء إن شاء الله إلى الحلقات الآتية تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أرجوك انتبه للآية أنا أرجوك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم في من في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني قد في قومه تسعمية وخمسين سنة في قومه هنا تكملة الآية الآية جدا دقيقة أعزائي إخواني زين أحسنتم مولاي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم يعني في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة في قومه من بعد تسعمية وخمسين سنة فأخذهم الطوفان آه، وهم ظالمون يعني تسعمية وخمسين سنة كان في قومه هنوب من بعد تسعمية وخمسين سنة من بعد آلف سنة إلا خمسين عاما هنوب فأخذهم الطوفان تبين على أن نوح عليه السلام أولا قبل أن الله يرسله ولقد أرسلنا نوحا قبل أن يرسله إلى قومه يعني يبعث رسولاً لهم هو ما طلع مولانا إلى عالم الدنيا جاء إلى عالم الدنيا وبعث رسولاً لهم ألا إنما يأخذ فترة من الزمن قبل أن يبعث رسولاً نوح عند عمر كان أكيد من بعد الرسالة من رسالته إلى قبل الطوفان تسعمية وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عاماً أجى الطوفان من بعد الطوفان كم عاش؟ النبي نوح صلوات الله عليه ها أه؟ سنذكر ذلك في الروايات الاتيه ان شاء الله اذا الف سنه الا خمسين عاما رساله نوح الى قومه قبل الطوفان رساله نوح الى قومه قبل الطوفان قبل ان يرسل الان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم <applause> بعث الى الرساله في سن الأربعين يعني قبل الرساله قبل أن يبعث إلى الرسالة عمره أربعين سنة عايش، صار في سن الأربعين الآن أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوح عليه السلام قبل أن يرسل إذا كان عند عمر أو عاش مع قومه قبل الطوفان تسعمية وخمسين سنة زين كم عاش بعد الطوفان سنذكر ذلك إن شاء الله في الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى يا رب على محمد واله الطاهرين